اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن منح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وهنتكلم عن الاوراق المطلوبة. تابعوا الفيديو لكن متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. يلا بينا نبدأ الشرح. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأوراق المطلوبة للتقديم في منح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لسنة 2022-2023 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادة المعادلة. وأوضحت الوزارة في بيان ليها أن عدد المنح المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عددها 49 منحة، بواقع 7 منح لكل جامعة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة من علم رياضة وعلم علوم فقط. وأوضحت كمان إن في أوراق مطلوبة للتقديم في منح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. وكمان وضحت إن لكي يستمر الطالب في المنحة لازم إن هو يكون متفوق دراسيا في الجامعة، وإن قبول الطالب في المنحة لا يعني ذلك حصوله عليها، لكن لازم يكون يحدد المستوى ويجتاز المعايير القبول والاختبارات اللي لازم تكون قبل المنحة وبتحددها الجامعة، وبعد كده بتحدد مستوياه وبتقيمه. كمان بنبتدي بقى نتكلم عن الأوراق المطلوبة للمنحة. أول حاجة البيانات الشخصية للطالب، ما يفيد حصول الطالب على أي جوائز أو شهادات تقدير في أي مسابقات محلية أو دولية صادرة من جهات معتمدة في النبوغ في مجالات العلوم الأساسية أو الابتكار، براءات الاختراع الحاصل عليها الطالب من جهات مصرية أو دولية، ما يفيد تميز الطالب في الأنشطة المختلفة سواء أنشطة فنية أو رياضية أو خدمة اجتماعية، تسجيل فيديو للمتقدم بالصوت والصورة لا يتعدى 3 دقائق يتضمن فيه تعريف الطالب أولا بنفسه وبأهدافه، وبيبين كمان أسباب رغبته في الالتحاق بالمنحة وإزاي هتساعده المنحة على تحقيق أهدافه. وكمان يبتدي يشرح هو ليه ممكن يكون الشخص اللي يعتبر نموذج يحتذى به. كمان أوضحت الوزارة إن التسجيل في منح رعاية المبتكرين والنوابغ لا تقدم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة من شعبة أدبي، لكن هي للطلاب اللي زي ما قلنا علم علوم وعلم رياضة فقط، لأنها بتكون في العلوم الأساسية الهندسية وعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا. وكمان بتتيح للطلاب المقبولين دراسة برامج متطورة في تخصصات في مجالات التكنولوجيا والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الجديدة، وبيكون الدراسة فيها أغلبها باللغة الإنجليزية. كده يبقى احنا اتكلمنا عن منح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والأوراق المطلوبة فيها. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم. ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد يوصل لكم. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.